وللحديث أكثر عن وضع التعليم في العراق في ظل تهاوي الأبنية التعليمية ينضم إلينا عبر سكايب من كوالالمبور الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود مسافر. أهلا ومرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. حياك الله دكتور محمود. مدارس متهالكة تفتقر لمقومات العملية التعليمية، هل الميزانيات المليارية لا تسع لأن تضع ملف تطوير الأبنية التعليمية من ضمن حساباتها بدلاً من انهيار المدارس على رؤوس التلاميذ؟ شكرا، بارك الله فيك، تحية لك ولقناتكم الكريمة حياك الله. وللمشاهد. الحقيقة يعني انتم تعرفون هذه تسمى يعني قضية مزمنة، كرونيكال ايشو، منذ الاحتلال إلى اليوم، والسبب هو كم الهائل من الفساد الإداري والمالي الذي ينقر الدولة العراقية. حتى لو بافتراض كان ممكنا او الميزانيه تسمح، وعندنا الادله على ان الميزانيه الان لا تسمح، لكن حتى لو تسمح الميزانيه فهي هذه كل الاموال والمخصصات الاعماريه للمدارس الجديده المفترضه او للمدارس القديمه ومحاوله اعاده بنائها واعمارها كلها ستتسرب الى الاحزاب السياسيه التي تسيطر على المحافظات، نعم. ومن خلال مجالس المحافظات وما الى ذلك. المشكله الحقيقيه انه احنا يعني كما صدرت عن وزاره التعليم انه وزاره التربيه ان هناك 10,000 مدرسه، وكذلك تقرير عن الامم المتحده انه اننا بحاجه الى 10,000 مدرسه الان، لكن هذا لا ياخذ بنظر الاعتبار واقع حال المدارس اليوم. نحن لا نتحدث عن حاجه المدارس الجديده، واقع حال المدارس اليوم سيء، نحن بحاجه الى مخصص للترميم، هذا غير موجود او حتى لو موجود بشكل طيب بسيط او متروك دكتور من محمود، قبل يعني الى اي مدى ترى ان دكتور محمود الى اي مدى ترى ان عمليه الاهمال التي يشهدها قطاع التعليم خصوصا المباني التعليميه وانتشار المدارس الطينيه في العراق ونحن في القرن الحادي والعشرين، يعني ألا تعتبر هذه ما هي إلا خطة مقصودة في إطار استراتيجية تدمير مستقبل العراق وليس حاضره فقط؟ عام 1978 اختارت اليونسكو العراق لتقدم له الجائزة بأنه الدولة الأولى في العالم في موضوع محو الأمية، وأنها أن الأمية أصبحت فيه صفرا للأعمار إلى 65 سنة. نعم. هذا الحقيقه اغضى اعداء العراق بشكل كبير جدا، ويعلمون ان القاعده الصناعيه الكبيره التي تبنى في اي بلد ولا سيما في العراق في فتره السبعينات والثمانينات لا يمكن كان لها ان تبنى من غير التعليم، ولذلك كان المستهدف هو التعليم، والمستهدف هم العلماء، والمستهدف هم التربويون، المستهدفين هم التربويون والمعلمون وما شاكل ذلك من كل كوادر التعليم العالي والتعليم في وزارة التربية. لذلك نعم، هي خطة ممنهجة واضحة جدا لإعادة العراق إلى ما عهد قبل الصناعة، وقد فعلوا ذلك، ساعدت على ذلك بعض الدول الجوار، والأساس والأسوأ منها هي إيران طبعا، لأنه إيران لا تريد لها منافس في المنطقة ولا تريد لها ناس متعلمون. طيب. يرفضون وجودها الأخلاقي والقيمي والسياسي والديني والطائفي في العراق. كيف يمكن تفسير انتشار المدارس الخاصة وإعطاء التراخيص والأذونات للعمل لها أمام مدارس حكومية منهارة ومتهالكة بالكامل؟ أخي العزيز، هذا أيضا مخطط من البداية، عندما يعني جاءت سلطات الاحتلال وجاءوا معها مجموعة ما نسميهم بسياسي الغفلة، واحدهم كان الاديب الذي يسمى بالاديب، قال في تصريح رسمي ممكن ان نطلعوه على يعني على الفضائيات، قال ان العصر اليوم هو عصر التعليم الخاص وليس عصر التعليم الحكومي، واننا متجهون الى فتح الابواب للتعليم الخاص، وانه شيئا فشيئا سننقل كل الطلبه من التعليم الحكومي الى التعليم الخاص. هذا كانت عمليه ممنهجه، ثم تحولت بعد ذلك الى دكاكين وكانتونات خاصه لعمليات غسيل الاموال للاحزاب السياسيه والميليشيات، ثم بعد ذلك تحولت الى ادوات لغسيل الدماغ واعاده نشر التلف والجهل الديني والطائفي وكل شيء في
المجتمع، ولا ينجحوا بذلك إلا أن يبدأوا به من الابتدائية، وهكذا فعلوا. من كوالالمبور الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود المسافر، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.